يعطيك العافية، وكل هالأخبار إن شاء الله وغيرها رح كمان تقدم لنا إياها في حلقات قادمة. شكرا رعد الرقاد، ومباشرة إلى فقرتنا القادمة. وعالم من الجمال يعتمد على التطريز، كلنا بجوز في هذه المنطقة والمنطقة اللي حولنا تعودنا نشوف التطريز الجميل على الملابس، يعني صرنا حتى قطبة التطريز وأشكالها مألوفة لعيوننا، صرنا نعرف إنه هذا الشيء بيميز منطقتنا كلها وبلدنا تحديدا. اليوم رح نحكي عن مشروع لتطبيق التطريز على كل شيء حوالينا، يعني أصحاب هذا المشروع عم بيفكروا إنهم هاي الأشكال الجميلة، أشكال التطريز اللي على الملابس، على تواب الفلاحات، يقدروا يطبقوها على كل شيء، يعني على المزهريات، على الإكسسوارات، حتى على الجدران وعلى العفش وعلى الأثاث. فاليوم اسمحوا لي إنه نرحب بأصحاب هذا المشروع، الأستاذ وائل البكري. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك أستاذ وائل. ست حليمة الشيشاني صباح الخير، واحدة من أعضاء هذا الفريق ايضا مدربه، والست ايضا خوله الخطيب صباح الخير ست خوله، واهلا وسهلا فيكم جميعا. كل هذا الجمال حوالينا، وحقيقه انا عمالني بشوف وبلمس فعلا انه في شيء له علاقه بالتطريز، واضح يعني. فاهلا وسهلا فيكم. من وين اجت الفكره استاذ وائل؟ انت يعني دبوس الفكره في بدايتها بلشت من مشروع التخرج لي في جامعتي. انا خلصت تصميم داخلي هندسه ديكور، فكان اني انا بدي اعمل شيء مختلف عن اللي بيعمله الطلاب، بيعملوا عن الشباب، فحبيت اعمل شيء يمس تراثنا، يمس حياتنا اليوميه اللي احنا متعودين نشوفها بعينينا. حاولت اطبق هذا الحكي ضمن المشروع التخرج. اولا كان اللوحه اللي انا عملتها، اخذت اول شيء المشروع كان متحف عن التراث، كل الجدران، كل الاثاث الموجود في المشغل او يعني في المكان كله مأخوذ من تطريز الثوب الفلسطيني. بعد هيك حبيت أني أطبق هذا الحكي بشكل عملي، فنفذته على لوحات بوليسترين، وشاركت في معرض فيها للملتقى الثقافي مع نقابة المعلمين وست غادة عبد الفتاح. وبعد هيك اجت انتقلت أنه بدي أكون فريق وأبلش أشتغل، فلجأت لجمعية سلوان برئاسة الست خولة. وكانت ست خولة يعني هي الإيد أو هي اللي يعني الناس اللي أسعفونا في خدمة الفكرة تبعتنا. فبلشت تعرفنا على باقي الصبايا واحدة واحدة. اليوم بنحكي مثلا في الزجاج، بكرة بنحكي في بلاط السيراميك، إلى آخر الأمور اللي احنا اشتغلنا فيها. اشتغلنا كمان بالجلد، الجلد دائما احنا متعودين انه يكون الاطار المراي وحواليها قماش مطرز. بالضبط. احنا حبينا ايش نسوي هاي المره؟ انه نفس القطعه يكون فيها تطريز بالفعل، اما بالاجلتات زي ما اشتغلت الست حليمه، او بالاسترسات. احنا هاي الاجلتات هاي كنا اول شيء بلشنا نشتغل هاي العينات الصغيره. كثير حلوين، كثير حلوين فعلا. يعني هو هذا التطريز، يعني هذا هو هاي القطبه اللي بنشوفها على التواب الفلسطينيه الاردنيه منطقتنا يعني. ففعلا كثير حلوين، كثير حلوين عم بتطبقوها يعني على كل شيء. يعني شو ما بتلاقوا بتحطوا عليه تطريز. انا رح انتقل، رح ارجع لك بالمزيد من التفاصيل. ست خوله، انت رئيسه جمعيه سلوان يعني، ورحبتي بالفكره. والله انا يعني بسوى الواحد يتعرف على جمعيتكم، لانه انا كنت استضفتك قبل، كنتوا تنتجوا برضه صابون. فيعني يبدو انها جمعيه منتجه وفيها نساء وفيها ايدي عامله. تحكي لنا اكثر عن الجمعيه. احنا جمعيه سلوان، رئيس الجمعية عمر موسى أبو دياب، إحنا فرع بالزرقاء. أنا مشرفة النشاطات النسوية، يعني ماسكة القسم الحرفي والنسوي، نشاطات مهارات. إحنا الأسبوع الماضي واللي قبله كان عندنا زخم كتير في المحاضرات، بس أنا ما راح أحكي عن هذا الموضوع لأنه موضوعنا اليوم أهم، الشغلة التراثية. لما إجا الأستاذ وائل، احنا بندرب بنات، القاعده الاساسيه بالجمعيه تدريب حرفي، فكل بنت مبدعه في اي مجال ضمناها لهذا المشروع. جميل. مثلا عندنا سوزان الزغول ضمناها للاكسسوارات، اخذت عندنا الاكسسوارات دربت، ف يعني الغرزه اللي اسمها النجمه والاشياء هاي كلها طبقتها على اكسسوارات. طبعا كامل مع حلق، مع اسواره، مع كل شيء. لو الكاميرا تقرب على الاشياء الحلوين، يعني هاي فعلا هاي قطبة. يعني هذا اللي هون، هذا هاي اسمها النجمة. هاي النجمة. النجمة في النجمة، في مثلا اللي على المراي اسمها اللي هي الزنبقة، عرق الزنبقة. يعني احنا بناخذ كل غرزة بالتطريز الفلاحي، شو اسمها، بننفذها على الخامة. فهلا عندنا تطريز كمان، هاي كامل. فهلا عندنا شو اسمها القطبة مثلا؟ هاي اللي هي الجدلة، الجدلة بتيجي صفك. شوف ما احلاها هاي الثروة.
خلينا هو بدناش نضيع الكاميرا مان خليه على واحدة منا. هاي مثلا برضو يعني مستوحاة من التطريز اللي بتطبع على التواب، فكتير كمان حلوة وجميلة. هاي الثروة ممكن هاي تكون ميدالية، ممكن تكون ميدالية حلا، أيوة ممكن تكون كمان يعني الموجود التطريز على كل شيء واضح يعني، او ثيمه التطريز يعني. هلا احنا في صدد انه كمان نشتغل قطع على القش، بس ما كانت جاهزه القطع يعني كل بنات شو بتشتغل موضوع شغلها عم بتنفذ هذا الشغل تطريز رائع. وانا هلا الاستاذ وائل انه حليمه بتشتغل على الزجاج، كثير الانتاج حلو، كثير مميز ورائع وجميل وبلمع، وفعلا يعني التطريز واضح بكل الايام. هلا انت بتشتغلي قبل بموضوع الزجاج ست حليمه، اذا لقيتي صعوبه بانك ترسمي هذه الانماط التطريز على الزجاج؟ كان جديد علي الشغله، بس اول محاوله صعب، بعدين محاوله ثانيه ثالثه صرت على فكره. على كثير موضه هذا الزجاج اللي مرسوم عليه، كثير موجود يعني على حتى في واجهات كامله بجوز استاذ وائل انت بتشوف زجاج كامله مرسوم عليها رسمات. بس احنا كل غالب الرسم بيكون مستوحى من يعني ما في شيء حدا انشغل على موضوع التطريز او شيء من التراث، كله بيكون منظر طبيعي كذا. احنا بدنا ناخذ يعني نرجع لتراثنا، حتى يعني احنا نرجع يعني انا حمايه الشباك نخرج من الإطار الموجود. حبيتها هاي فكرة حماية الشباك. حماية الشباك عندنا احنا أربع موديلات. احنا مرهونين بس بالحرف اللي عمال مش إلنا بتشبهناش يعني، كلها مستوحى من الغرب خلينا أبدا يعني. فإحنا الآن يعني أنا عمالي بشتغل فيه بالصور اللي على مع الشباب على فلاشة، لو نشوفهم إذا بنقدر نشوف بس تبعون الشبابيك. طيب هذا هاي شو اللي عم نشوف؟ هاي مراي. هاي مراي كثير حلوة. نعم. هذا مو قماش اللي حوالين المراية. هاي صور من معرض الملتقى الثقافي. هذا في بداية المشروع كيف أنا المشروع طبقته. طبقت أنا اللي أخذت هاي المديول وبلشت أشتغلها. هاي حماية شباك. نعم أحلاها. وهاي حماية أخرى. رائع. تطريز والحماية نفسها. بالضبط بالضبط. حلو الواحد يتميز ببيته بهاي الأشياء. نعم. كتير حلوة. هذا كمان بجوز من الصور. هذا جزء من الاجتماعات والمعرض. هاي اللي هي محاكاة في مشروع التخرج كانت. أنا أستاذ وائل كمان بدي أسألك إنه يعني التدريب كيف بتم؟ مين عم بدرب؟ يعني كيف عم بتدربوا؟ بمين عم تستعينوا؟ أكيد أنت عندك خبرتك كمان حدا دارس تصميم، بس يعني كيف عم بتطوروا مهاراتكم في التدريب؟ في بداية المطاف كحرفة يدوية ست خولة بالأشكال الهندسية وتحويرها من الأشكال اللي هندسية الموجودة أو التطريز على تحويرها اللي هي بتيجي الشبكة اللي بتطرز عليها، أنا بحولها على برنامج اسمه أوتوكاد يعني من ضمن طبعا شغلي. وبعد هيك بنصير يعني العروض فيه يعني إن لقاءات بتتم يعني كل أسبوع تقريبا بالشغل، بحيث إنه كل أسبوع عندنا لقاء بنلتقي بالفريق شو في عندكم جديد، شو في عندكم معوقات، وبنبلش نشتغل الموضوع بهذا. قد فريق العمل ست حليمة معاكم تقريبا؟ في معانا تقريبا 16 ست وعندنا 5 رجال منهم نجار منهم يعني حدادين. كثير عاجبني انه في رجال يعني عم بيشتغلوا بالحرف اليدوية اللي اقتصرت زمان على الستات يعني. هذا كثير جميل ورائع، لانه في فعلا بدها هاي تحويل الاشياء، بدها نجار، بدها حد. اذا عم نحكي عن حماية شبابيك بدك حداد مثلا بالاخر. هذا الحداد يعني لانه كان معي في مواكبني في مشروع التخرج لما جيت احوره كان هو متعرض ل يعني ظرف صحي. نعم. يعني صاير عنده جلطه، صاير عنده شلل نصفي، وظل مصر انه هو يشتغل، يضل معاكم بالفريق، ظل مصر انه يضل يشتغل. طيب. هو الاستاذ نضال يعني تحياتنا لكل فريق العمل. ست خولة شو كمان في إنتاج ممكن تحكي لنا عنه من ضمن لأنه عم نشوف إحنا معانا كتير شغلات برضو. هلأ بصراحة يعني إحنا كل وحدة متخصصة بشأن أيوة، ما اخترنا إنه ناس مبتدئين عم بتدربوا يعني كل وحدة عم تنتج من شغلها. أوكي. بس إنه بنلجأ للأستاذ وائل إنه هو بيجيب لنا التصميم يعني إحنا بنختار مثلا بدي هاي الغرزة بيجيب لنا التصميم. هلأ بنشتغل على شمع كمان، عم نعمل قوالب عشان نصب فيها شمع تكون ممثل التطريز الفلاحي والقطب. اشتغلنا على الخرز كمان. في عنا هذا المفرش طقم كامل، المفرش الكبير والمضيافة وباكيت الفاين، هاي قطعة صغيرة يعني كله محاكاة التطريز اسمه البرنامج تبعنا. رح يكون لنا معرض إن شاء الله في مركز الملك عبدالله الثاني، رح يكون اسمه فلسفة التطريز.
ان شاء الله فلسفه التطريز ان شاء الله انه كل شيء بخامه مختلفه كثير كثير مرتب وحلو. انا بجوز كمان اللي عجبني انه زي ما قال الاستاذ وائل احنا تعودنا قطع قماش يطبقوها مثلا على الاكسسوارات، اما انه الاكسسوار نفسه يكون شكله شكل التطريز هذا بجوز الجديد. سيد حليمه بالاخر انا بعرف الفن جميل والاشغال اليدويه جميله، بس اذا ما في تسويق شوي بيكون في خلل ما، كيف عم بتلاقي التسويق خصوصا بموضوع الزجاج؟ احنا لسه بدايه، احنا لسه في قدامنا يعني لسه طريق طويل. ان شاء الله هذا كله نعتمد عليه استاذ انت وائل يعني برقبتك الموضوع. اتوقع هلا في بازارات كمان للكريسماس وراس السنه وهيك، يعني بسوى انه هاي الاشياء كمان تنعرض بهاي البازارات. شو خطتكم بهذا الموضوع؟ هلا خطتنا احنا في بدايه الموضوع يعني ممكن انه نبلش في شهر نهايه شهر واحد على اساس انه يعني نعمل يكون معرضنا كامل متكامل من كل القطاع. راح يكون معرض في مركز الملك عبد الله، بشرفنا حضورك وتغطيته يعني في هذاك الحين، ويعني بعد هيك راح تبلش الانطلاقه وراح نبيع بنسبه انه يكون في عندنا نسبه شراكه، يعني نخلي نسبه 10% من قيمه المبيعات لتاسيس شركه، ما يكون كلها يعني تروح للفرد، خلص على اساس انه نعمل شركه ونبلش يعني نصعد وننمو في الموضوع. كثير حلو ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ست خولة انا كمان بعرف انه يعني اي جمعيه بهمها مصلحه العضوات واللي بيشتغلوا، قد ايه بتحسي يعني بشكل عام مش بس بهذا المشروع انه عم بيصير في تغيير بحياه الستات او الرجال اللي عم بيشتغلوا معاكم ماديا؟ خلينا نقول ماديا اكيد في تغيير، ماديا في تغيير لشخصيه البني ادم نفسه 100%. هلا عندنا في بنات كثير طلعوا من عندنا بمشاريع، هلا في عندنا ست اسمها هبه هلا عندها مصنع صابون، مصنع ماء ورد، مصانع يعني بلشوا على مستوى مصانع. ممتاز. فبالعكس يمكن بلاحظ الاستاذ وائل لما بنيجي للاجتماع بحس كاني الام، يعني بكون احكي مع هاي واحكي مع هاي وبعدين بحكي لهم انا اسفه دخلت بشغلكم بس خلص ما عندي لازم مسؤوليتك تجاههم انهم عشان لانك شايفه قبلهم قصص نجاح حلوه وهم عندهم انتماء للجمعيه عن جد بطريقه فظيعه. يعني كثير حلو الشيء اللي عم تحكيه، يعني التشارك تبعنا كانه اسره فعلا. يعني انا كثير بس كنت اسمع قصص عن مثلا ستات بس بلشوا معجنات هيك بشكل بسيط مثلا بالبيت، هلا عندهم مطاعم بعمان كبيره يعني وبيعتمدوا عليهم الناس باكلهم اليومي وهيك، فكمان الحال يعني بينطبق على الاشغال اليدويه استاذ وائل. اللي ببلش وبيكون يعني عنده هدف وعنده اصرار على الموضوع اكيد راح يوصل. بس انه يمشي خطوات وموده واسره، يعني عم تشتغلوا كاسره واحده، يعني واضح انكم هالقد في قلوبكم على بعض، حابين المشروع ينجح. المشروع حلو بالضبط، يعني القصد انه ما في انانيه واحد تطغى على الثاني، كلكم ماسكين بدن بعض باسم الفريق انه نجاح الموضوع كله، مش نجاح خوله او حليمه او وائل. ان شاء الله يا رب يكون في اكيد اعضاء ثانيين ما اجوا معنا لانه الاستديو ما بسع، بس احنا مثلناهم كتمثيل أكيد وكلهم أكيد مبدعات بجنن الشغل اللي لحد الان شفناه، يعني هاي سواء مثلا هذه المزهريات هدول، باكيتات المحارم، اللوحات كلها كثير حلوه وافكار كثير حلوه. اذا في كلمه اخيره بتحب توجهها لحدا تشكره تحكي اي كلمه اخيره استاذ وائل؟ بدايه اول شيء بنشكر اللي هي يعني بنشكر التلفزيون الاردني انه يعني استضافنا ويعني وثق لنا العمل تبعنا ويعني عملنا ترويج، يعني هذه قمه الدعايه وقمه الترويج الموضوع، واجبنا هاي اول شيء. ثاني شيء بنشكر اللي هي الست خولة كجمعية اللي احتضنت هذا الموضوع وبعدين الملتقى الثقافي اللي في بداية المطاف، يعني مسكوا بإيدي في بداية المطاف على أساس أني أبلش يعني في أول خطوة للشغل. وبعد هيك يعني بتمنى أنه يظل هذا الموضوع يعني مستمر، يعني مش انه تكون بدايه ويعني. وانا كمان بقول لاهل الزرقاء اي حدا عنده فكره ومشروع يروح عند جمعيه سلوان كمان راح اكيد يدعموهم. والله يسعدكم يعطيكم العافيه، موفقين كل السيدات كل الشباب اللي بيشتغلوا معاكم، تحياتنا لكم، يعطيكم الف عافيه استاذ وائل، ست حليمه وست خوله. مباشره رح ننتقل لرند الديسي ورند معها معلومات مفيده حول التغذيه وصحتنا، تفضل يا رند.